أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك. يا عدتي دون العداد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد. يا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحقي من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ولا زال الكلام في أدلة البراءة الشرعية، وهي القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. وقلنا يستدل على البراءة الشرعية بالقرآن الكريم، بآيات من القرآن الكريم، وتحدثنا وذكرنا بعض الموارد القرآنية التي يستدل بها
على البراءة. وبحث اليوم هو في الاستدلال على البراءة بالسنة النبوية بروايات من السنة الشريفة. إذن الكلام كان أولا في القرآن الكريم والاستدلال على البراءة الشرعية في آيات أو بآيات من القرآن الكريم، والآن الاستدلال على البراءة الشرعية الكلام في ثانيا السنة الشريفة. يستدل على البراءة الشرعية بالسنة الشريفة في عدة روايات أو بعدة روايات نذكر منها في هذه المرحلة. الرواية الأولى ما روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا المورد الأول من السنة الشريفة، وهو القول الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والاستدلال بهذه الرواية يقال، والكلام ضمن هذه المرحلة دائما نشير وأن دائما نجعل هذه القضية في أذهاننا عندما نبحث ونسجل ونقيد البحث ونقرر البحث. فالاستدلال بهذه الرواية يكون في نقاط أو في مقدمات أو في خطوات. الاستدلال إذن في نقاط، أولا أو النقطة الأولى أو المقدمة الأولى، نقول الإطلاق المشار إليه في الرواية كل شيء مطلق، الإطلاق في هذا اللفظ في لفظ مطلق كل شيء مطلق، فالإطلاق في هذه الرواية يلازم ويكشف ويساوق ويدل على أو يشير إلى أو يستفاد منه لو صح التعبير، ولنقل يساوق السعة والتأمين، أي كل شيء في سعة ومؤمن عنه وموسع حتى يرد فيه نهي. هذه المقدمة الأولى، نقول الاستدلال في مقدمات. المقدمة الأولى الإطلاق يساوق السعة والتأمين، يدل على السعة والتأمين، يكشف عن السعة والتأمين، فيكون مفاد الرواية كل شيء مطلق، كل شيء في سعة، كل شيء موسع عنه وموسع فيه، وكل شيء مؤمن عنه حتى يرد فيه نهي. الآن نأتي المقدمة الثانية، نقول الشاك في الحكم، وفي المثال نقول الشاك في النهي مثلا، الشاك في الحرمة يصدق، الشاك في الحرمة يصدق بشأنه أنه لم يرد أو لم يرده النهي، لم يرد النهي إليه أو لم يرده النهي. نقول كل شيء مطلق، وهذا الحكم بالإطلاق وبالسعة لو صح التعبير مقيد له غاية وهو ورود النهي، فإذا ورد النهي ينتفي الإطلاق، تنتفي السعة، ينتفي التأمين. الآن نقول، والكلام في المقدمة الثانية، الشاك في الحكم، الشاك في النهي، هل يصدق بحقه أنه ورد إليه النهي أو ورد فيه النهي أو خلاف هذا، أو نقول لم يرد إليه النهي أو لم يرده النهي؟ فالشاك هل يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي أو يصدق أنه ورده النهي؟
يشك في النهي، يشك بالحرمة. من شك بالحرمة، من شك بحكم الحرمة، من شك بالنهي أو من شك بالحرمة، أنت تشك بحكم بحرمة الشيء الفلاني أو السائل الفلاني أو الفعل الفلاني، تشك بالنهي عن الفعل الفلاني، تشك بحرمة الفعل الفلاني، تشك بالنهي عن الفعل أو بحرمة الفعل. الآن نقول عندما تشك أو الشاك بالحرمة أو الشاك بالنهي، هل يصدق بشأنه أنه ورد إليه النهي أو وردت إليه الحرمة أو ورد إليه حكم الحرمة أو لا؟ يصدق بشأنه أنه لم يرد إليه النهي، لم يرد إليه الحرمة. نقول الظاهر بأن مثل هذا الشخص الشاك بالحرمة يصدق بشأنه أنه لم يرد إليه أو لم ترد إليه الحرمة أو لم ترده الحرمة، أي الشاك بالنهي يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي. إذن ما دام لم يرده النهي، إذن هو في حالة إطلاق، في حالة سعة، في حالة تأمين. إذن هذا الفعل هو في سعة منه أو فيه، وهو مؤمن بخصوصه أو مؤمن تجاه هذا الفعل. إذن نقول المقدمة الثالثة هنا وصلنا إلى إذن يشمله مضمون الرواية الشريفة، فيكون مطلقا ويكون في سعة ويكون في تأمين، فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك، فلا يجب عليه، يكون في سعة من الحكم الإلزامي من التكليف الإلزامي من التكليف، يكون في ترخيص، في سعة، في تأمين، فلا يجب عليه الامتثال ولا يجب عليه الانتهاء، الامتثال في الواجب والانتهاء في الحرمة، أي لا يجب عليه الالتزام بالحكم الإلزامي أو بالتكليف الإلزامي. الآن نسجل اعتراض على هذا الاستدلال. إذن الاستدلال في مقدمات، المقدمة الأولى نقول الإطلاق يساوق السعة والتأمين، الإطلاق في الرواية يساوق السعة والتأمين. المقدمة الثانية نقول الشاك في الحكم، مثلا كالشاك في النهي أو الشاك في الحرمة، يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي، أنه لم ترده الحرمة. المقدمة الثالثة نقول إذن النتيجة مثل هذا الشخص الشاك بالنهي وشاك بالحرمة يشمله مضمون الرواية الشريفة، فيكون مطلقا وفي سعة وتأمين، فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك، مؤمنا عن الحرمة المشكوكة، مؤمنا عن النهي المشكوك. نعترض أو نسجل الاعتراض على هذا الاستدلال، أو يسجل اعتراض على هذا الاستدلال. الاعتراض أيضا في نقاط أو في خطوات. نقول أولا عنوان الورود كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الآن في الاستدلال ماذا قلنا؟ قلنا الشخص الشاك بالحرمة أو بالنهي أو بالحكم أو بالتكليف يصدق بشأنه أنه لم يرده نهي، التفت إلى هذا، يصدق بشأنه أنه لم يرده نهي، حتى نعرف كيف نسجل الاعتراض. نقول عنوان الورود في هذه الرواية حتى يرد فيه نهي، عنوان الورود فيه احتمالان في مدلوله، في مدلول الورود، في معنى الورود في هذه الرواية يوجد احتمالان، أي عنوان الورود فيه احتمالان في المعنى. الاحتمال الأول أنه يراد بالنهي أو يراد عفوا بالورود، ماذا يراد به؟ أي مدلوله هو ومعناه هو الصدور، فيكون مفاد الرواية كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي،
كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهيا. إذن الاحتمال الأول أنه يراد بالورود الصدور. الآن نقول والاحتمال الثاني طبعا سيكون هو الوصول، إما الصدور وإما الوصول. نقول الآن كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي، لاحظ فرق بين الصدور والوصول، صدور النهي من الشارع أي لو صح التعبير الكلام في الجعل، مجرد بالتقريب نقول في الجعل، والاحتمال الثاني الوصول أي وصول الجعل أو وصول الحكم أو وصول التكليف أو وصول المجعول، أيضا للتقريب ليس أكثر، نقول إلى المكلف. ففي الصدور هو صدور التكليف من المولى، والوصول وصول التكليف إلى المكلف. إذن حتى نفرق بين الصدور والوصول، نقول إذا كان مفاد الورود ومعنى الورود ومدلول الورود هو الصدور، إذا كان مفاد الورود والمراد من الورود هو الصدور وليس الوصول، فإذا كان مفاد الرواية هو جعل الصدور أي صدور النهي أو صدور الحكم أو صدور الحرمة أو صدور التكليف من الشارع هو غاية للإطلاق، نحن قلنا حتى يرد، فورود النهي هو الغاية في الإطلاق، فإذا كان الغاية للإطلاق وللسعة وللتأمين، إذا كانت الغاية هي صدور النهي، فالشاك في التكليف يحتمل صدور النهي أو لا يحتمل صدور النهي؟ هو لم يصل إليه، يشك بالتكليف، شاك في التكليف، لم يصل إليه التكليف نعم، لكن يحتمل صدور التكليف أو لا يحتمل صدور التكليف من المولى؟ يحتمل صدور التكليف من المولى. إذن هو يحتمل صدور النهي في المثال من المولى حتى نطبق على العبارة، إذن يحتمل تحقق الغاية، فإذن كما نقول ضمن هذا المستوى نقول كما يحتمل تحقق الغاية كذلك يحتمل عدم تحقق الغاية، وهذا الاحتمال لا يزيد على الاحتمال الآخر، احتمال تحقق الغاية أي احتمال صدق عنوان الصدور كذلك احتمال عدم صدق هذا العنوان أو عدم تحقق مفاد الصدور أو عدم تحقق الصدور أيضا فيه احتمال، لكن لا يوجد ترجيح لهذا الاحتمال على احتمال آخر، كما يحتمل صدور النهي كذلك يحتمل عدم صدور النهي، كما يحتمل تحقق الغاية يحتمل كذلك يحتمل عدم تحقق الغاية، ولا يوجد ترجيح لهذا الاحتمال على هذا الاحتمال، إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأننا لا نعرف هل الغاية متحققة أو لا أو غير متحققة، فنحن متى ينتهي لو صح التعبير ما هي غاية الإطلاق والسعة والتأمين؟ هو ورود النهي، وهنا نحتمل ورود النهي أي نحتمل انتهاء الإطلاق والتأمين والسعة، أو نحتمل رفع الإطلاق والتأمين والسعة، باحتمال ورود النهي نحتمل انتهاء لو صح التعبير أو رفع الإطلاق ورفع التأمين ورفع السعة.
فلا يكون المكلف في إطلاق ولا في سعة ولا في تأمين. كما يحتمل هذا يحتمل هذا، ولا يوجد ترجيح لهذا على هذا. فإذا أريد على الاحتمال الأول، فإذا أريد من الورود الصدور فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الاحتمال الثاني قلنا يراد بالورود، ومن الورود يراد به حتى يرد، أي الغاية هي الوصول. نقول إذا كان مفاد الرواية جعل وصول النهي إلى المكلف هو غاية، هو الغاية للإطلاق والسعة والتأمين، نقول يتم الاستدلال نعم، لأن الشاك لم يصل إليه النهي ولم تتحقق الغاية، إذن يبقى في إطلاق وسعة وتأمين. لكن نحن قلنا الاعتراف في خطوات أو في نقاط. النقطة الأولى قلنا عنوان الورود فيه احتمالان، إما الصدور وإما الوصول. ففي حالة إرادة الصدور فلا يتم الاستدلال، وفي حالة إرادة الوصول يتم الاستدلال. نأتي إلى الخطوة الثانية والمقدمة الثانية في الاعتراف. نقول الثانيا أو باء، لكن لا يمكن تعيين ولا يمكن استظهار الاحتمال الثاني، أي احتمال إرادة الوصول، لا يمكن استظهار الاحتمال الثاني وترجيح الاحتمال الثاني على الأول، أي لا يمكن ترجيح إرادة الوصول على الصدور، إذن عليه يبقى التردد بين الاحتمالين الأول والثاني، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. نأتي إلى الخطوة الثالثة، ثالثا أو جيم في الاعتراف. الكلام مع الاعتراف، نقول لي صاحب الاستدلال الاعتراض على الاعتراض. كيف؟ لنقل الاعتراض على الخطوة الثانية أو المقدمة الثانية وهي باء، الاعتراض على ما ذكر في باء. ماذا قلنا قبل قليل في باء أو في النقطة الثانية في الاعتراض؟ قلنا لا يمكن تعيين أو استظهار الاحتمال الثاني. نقول كما قيل بأنه يمكن أو يوجد قرينة على ترجيح الاحتمال الثاني، أي ترجيح إرادة الوصول، فإذا رجح إرادة الوصول واستظهر إرادة الوصول تم الاستدلال بالرواية. كيف؟ نقول جين، إذن الخطوة الثالثة في الاعتراض أو هذا تسجيل إشكال على الاعتراض، ونحن سجلنا الجيم هنا أو نقطة ثالثة. نقول إن الورود عندما نقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، قيل إن الورود دائما يستبطن حيثية ويستبطن لحاظ ويستبطن معنى أو لحاظ الوفود أو حيثية الوفود، يستبطن معنى الوفود، يستبطن لحاظ الوفود على شيء. عندما نقول يرد أي نقصد به الوفود، أو يراد منه الوفود على شيء. يرد أي يفد، ورود وفود على شيء. الآن نأتي إذا نقول يفد على شيء، وهذا وفد وهذا وفد على هذا، إذا فيه عندما نقول الوفود إذا فيه وصول، عندما ترسل الوفد يصل الوفد أو وصل الوفد، فيه ترسل الوفد من جهة إلى جهة، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص. فإذا الورود، لاحظ الخطوات هكذا تكون في جيم، الورود يستبطن الوفود، والوفود أيضا نقول فيه معنى الوصول،
إذن لا يطلق الورود ما دام الورود يستبطن الوفود أي يستبطن الوصول، إذن لا يطلق الورود على حيثية الصدور البحتة، أي لا يطلق على الصدور، يطلق على الصدور وفيه لحاظ الوصول، يصدر ترسل الوفد، يصدر منك الوفد ويتحرك منك الوفد ليصل إلى الشخص الآخر أو إلى الجهة الأخرى أو المكان الفلاني أو إلى الدولة الفلانية. إذن دائما نقول أو غالبا لو صح التعبير الورود يستبطن الوصول، ففيه صدور وإضافة إلى الصدور فيه وصول، وهذا يعني أن الاحتمال الثاني هو المتعين، وهو المتعين في هذا التقريب، فيثبت الاستدلال بالرواية بعد أن نرجح الوصول. إذن نقول حتى لو كان صدور لكن المهم هو يوجد فيه حيثية ويوجد فيه لحاظ الوصول، فهو صدور يدل على الصدور والوصول، ونحن قلنا إذا تحقق الوصول يتم الاستدلال بالرواية، لأنه في هذا فإن الشاك لم يصل إليه، إذن هو في حالة إطلاق وفي حالة تأمين وفي حالة سعة. الآن نقول اعتراض لو صح التعبير على ما ذكر في جيم على هذا القول. إذن الآن نذكر دال أو النقطة الرابعة، هي اعتراض على ما ذكر في النقطة السابقة في النقطة جيم. إذن عندي استدلال، عندي اعتراض، عندي إشكال على الاعتراض، عندي دفع لهذا الإشكال. أي لنتحدث بالاعتراضات أو في الاعتراضات، نقول عندي استدلال، عندي اعتراض، عندي اعتراض على الاعتراض، عندي اعتراض على الاعتراض على الاعتراض. إذن الآن في جيم سجلنا قيل أي إشكال أن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء، ولا يطلق، إذن لا يطلق الورود على حيثية الصدور البحتة بل على حيثية الصدور بلحاظ الوصول، وهذا يعني أن الاحتمال الثاني هو المتعين، فيثبت الاستدلال. نقول دال أو هذا الدفع للإشكال، نقول إن ما ذكر في جيم أي في الإشكال يتم متى؟ فيما إذا علم أن الملحوظ فيه هو وفود النهي على المكلف المساوق لوصول النهي إليه. نحن قلنا لي ورجعنا دخلنا في الاعتراض ورجعنا الاستدلال، قلنا ما هي المقدمة الثانية في الاستدلال؟ قلنا الشاك في الحكم يصدق بشأنه أنه لم يرد هنا بلحاظ المكلف، وصل إلى المكلف، ورد إلى المكلف، فقلنا إذن يشمله أي يشمل المكلف مضمون الرواية، يشمل الشاك المكلف الشاك يشمله مضمون الرواية الشريفة، فيكون المكلف في حالة إطلاق وفي حالة سعة، هذا الذي ذكرناه في الاستدلال. إذن عندما نتحدث عن الوصول إذن نكون قد لاحظنا المكلف والكلام في لحاظ المكلف وأخذ المكلف بنظر الاعتبار، أو أخذ المكلف في الاستدلال لو صح التعبير أو في تمامية الاستدلال، فنقول إنما ذكر في جيم أو في الإشكال على اعتراض يتم فيما إذا علم أن الملحوظ فيه ما هو؟ هو وفود النهي. نحن قلنا الورود يستبطن حيثية الوفود، فإذا كان فعلا الملاحظ هو وفود النهي على المكلف، وهذا طبعا عندما نقول وفود على المكلف أي يصل النهي إلى المكلف، نعم، فهذا يساوق، يستلزم، يشير إلى، يستبطن لو صح التعبير وصول النهي إلى المكلف. فعندما نقول نسلم لنقول مع المستشكل بأن الورود يستبطن الوفود، نعم هذا الشيء نقول به ونسلم معك، نسلم معك بأن الورود يستبطن الوفود، لكن الوفود لا يدل على الوصول إلا إذا لوحظ المكلف في الرواية. فنرجع إلى الرواية،
هل الرواية لوحظ فيها المكلف، أي لوحظ فيها وفود، أي لوحظ فيها نقول ورود التكليف أو النهي أو الحكم إلى المكلف أو على المكلف، أي لوحظ فيه وفود النهي إلى المكلف أو وفود الحكم إلى المكلف أو وفود التكليف إلى المكلف حتى نقول بوصول التكليف إلى المكلف، أو لم يلاحظ هذا الشيء؟ نقول إنما ذكر في جيم يتم أو في الإشكال يتم فيما إذا علم أن الملحوظ فيه هو وفود النهي على المكلف الذي يساوق وصول النهي إليه، لكن ذلك غير متعين من الرواية، هذا لا يتعين من الرواية. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الملحوظ فيه هو، بل هو هذا الظاهر من الرواية، لاحتمال أن يكون يكفي أن نقول احتمال حتى نقول الاحتمال يبطل الاستدلال، أما يحتمل فيه هذا أو يحتمل فيه هذا، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. نحن لا يثبت عندي إلا إذا ثبت أن المراد هو الوصول، وإذا قلنا الوصول هو أحد الاحتمالين والاحتمال الآخر هو أنه لا يراد الوصول فقط الصدور، إذن لا يتم الاستدلال. لكن ذلك غير متعين من الرواية، الاحتمال أن يكون الملحوظ فيه هو وفود النهي على الشيء نفسه وليس على المكلف. ونقول خطوة أخرى في دال، نقول ويمكن ترجيح الملحوظ الثاني، أي نقول أن المراد هو وفود النهي على الشيء نفسه وليس على المكلف، ويمكن ترجيح الملحوظ الثاني، أي أن المراد به هو وفود النهي على الشيء نفسه بقرينة قوله عليه السلام يرد فيه شيء يرد فيه نهي. لاحظ كل شيء مطلق حتى يرد فيه، أي يرد في الشيء نهي، إذن لحاظ الشيء ولحاظ ورود النهي ووفود النهي على الشيء وليس على المكلف، فكأن النهي يرد على المادة يرد على الشيء، فهناك مورود عليه وهو الشيء المادة، ومورود عنه وهو المولى أو الشارع بقطع النظر عن المكلف. وهذا يعني أن الغاية هو صدور النهي من الشارع ووقوع النهي على المادة سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف، إذن لا يتم الاستدلال بالرواية. هذا ما يذكر في خصوص هذه الرواية، رواية الإطلاق الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن نقرأ ما ذكرنا. نقول أما الروايات فعديدة، إذن انتهينا، نقول أما الروايات تسجل أمام عنوان، ثانيا الاستدلال على الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية، هنا ثانيا السنة الشريفة. وقلنا يستدل على البراءة الشرعية بعدة روايات، منها هذه الرواية الأولى أولا، والرواية الأولى منها ما روي عن الصادق عليه السلام عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حتى يرد فيه نهي. والإطلاق يساوق السعة والتأمين، يلازم السعة، يكشف عن السعة، يدل على السعة والتأمين. والشاك، إذن والإطلاق يساوق السعة والتأمين، مجرد لتقريب المعنى، والمعنى واضح إن شاء الله. والشاك، أي الشاك بالنهي، الشاك بالحكم، الشاك بالحرمة، يصدق بشأنه أنه لم يرده، حرك هذه، يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي، فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك في سعة وفي إطلاق وهو المطلوب. إذن يثبت أن المكلف في سعة في إطلاق، إذن يثبت بحقه، وهذا معنى عندما نقول في سعة في إطلاق في تأمين، إذن هذا هو معنى البراءة، واستفيدت من دليل شرعي، إذن هذه البراءة الشرعية. نقول وقد يعترض على هذا الاستدلال، ما هو الاعتراض؟ الاعتراض، إذن عندي اعتراض بأن، ما هو الاعتراض؟ بأن الورود، ضع الورود بين قوسين، ماذا نقصد بالورود؟ هذا الذي ذكر أو ما يدل عليه في المعنى، قلنا ما في الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه، هذا الورود في يرد، بأن الورود، ضع الورود بين قوسين، في يرد في الرواية
تارة يكون، لاحظ الورود في الرواية أي في الذي يدل عليه ورد، بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور، إذن أليف بمعنى الصدور، وأخرى باء بمعنى الوصول. فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي، لاحظ جعل صدور النهي أي الاحتمال الأول أليف، جعل صدور النهي هو الغاية، جعل صدور النهي غاية، فلا يتم الاستدلال، لأن الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية، أي يحتمل صدور النهي ويحتمل تحقق الغاية. إذن عندي هنا احتمال يحتمل صدور النهي، كذلك يحتمل عدم صدور النهي، ولا يوجد ترجيح لهذا الاحتمال على احتمال آخر. نقول أما إذا كان، وإذا كان المراد ومفاد الرواية، قلنا فإذا كان مفاد الرواية هذا أولا، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية، فلا يتم الاستدلال، لأن الشاك يحتمل أو يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية، يحتمل صدور النهي ويحتمل تحقق الغاية. نقول ثانيا، قلنا أليف فإذا كان مفاد الرواية، أو أولا فإذا كان مفاد الرواية، أو أليف فإذا كان مفاد الرواية، هنا ثانيا أو باء، وإذا كان مفاد الرواية، وإذا كان مفادها جعل وصول، هناك جعل صدور، هنا جعل وصول، هناك جعل صدور ضع خطا تحت صدور، وهنا ضع خطا تحت وصول. وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية، نقول إذن تثبت أو ثبت المطلوب. وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني، هذا الذي أن المفاد هو الوصول، ولكن لا معين للثاني، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة. وقد يجاب على أي شيء على هذا الاعتراض، وقد يجاب على ذلك على الاعتراض، يعني عندي اعتراض وهنا يجاب، هنا إشكال على الاعتراض، يجاب على ذلك بأن الورود، لاحظ عندي استدلال بعد ذلك اعتراض بعد ذلك إشكال على الاعتراض، لنعود أنفسنا ونعود أذهاننا على التعامل مع الإشكالات والاعتراضات، والإشكال على الإشكال والاعتراض على الاعتراض. نقول وقد يجاب على ذلك على إشي على الاعتراض، بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود، اكتب فوق الوفود أي الوصول إلى، حيثية الوفود على شيء أي الوصول إلى شيء، فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة، لا بل يطلق على حيثية الصدور المطعمة بالوصول، بالوفود على شيء أو بالوصول إلى شيء. إذن عندي إشكال، وهذا الإشكال سجل على اعتراض. نقول ولكن هنا دفع للإشكال، إذن ماذا تسجل؟ الفقرة الأولى من منها ما روي عن الإمام صادق سلام الله، عندي هنا استدلال وقد يعترض اعتراض وقد يجاب إشكال على الاعتراض، هنا دفع للإشكال، دفع للإشكال. نقول ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، إذن عندما الإشكال ماذا يقول؟ يقول إذن يستمطن الصدور، إذن صار ترجيح للاحتمال الثاني، إذن فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة بل يستبطن عفوا الوصول، فإذن يرجح الاحتمال الثاني فيتم الاستدلال. نقول الدفع للإشكال، نقول ولكن مع هذا، مع هذا اللي أنت تسجله وتقول الورود يستبطن حيثية الوصول أيها المستشكل، نقول لكن مع هذا لا يتم الاستدلال، مع هذا الإشكال الذي سجل لا يتم الاستدلال. لماذا؟ نقول إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه هو وفود النهي عن على المكلف، لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي، وفود النهي على المكلف، حرك هذه، إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق للوصول لوصول إليه، لم يعلم أن الملحوظ أنه يراد فيه والمراد أنه وفود النهي على المكلف، وهذا لو ثبت هو الذي يساوق وصول لوصوله إليه، بل لعل الملحوظ هو أي شيء، هو وفود، أي وفود النهي، وفود هو لعل الملحوظ وفوده على الشيء، لعل الملحوظ وفوده على الشيء، أي وفود النهي على الشيء نفسه وليس على المكلف، كما يناسبه قوله، قول الإمام سلام الله عليه، يرد فيه نهي حتى يرد فيه نهي، يناسبه قوله
اكتب هنا قوله عليه السلام حتى تعرف هذا المقصود قوله قول الإمام سلام الله في الرواية، ضع هذا القول بين قوسين يرد فيه نهي، فكأن النهي يرد على المادة على الشيء، فهناك مورود عليه وهو المادة أو الشيء، ومورود عنه وهو الشارع أو المولى أو الآمر بقطع النظر عن المكلف. وهذا يعني أن الغاية ما هي؟ صدور النهي من الشارع. إذن الاحتمال الأول هو الذي يرجح وهو صدور النهي، إذن لا يتم الاستدلال. وهذا يعني أن الغاية هو صدور النهي من الشارع، يعني أن الغاية هي ما هي؟ صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة، ووقوع النهي على المادة سواء وصل النهي إلى المكلف أو لم يصل، إذن لا يتم الاستدلال. هذا ما ذكر، نكتفي إلى هذا المقدار، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الرواية الثانية وفي حديث الرفع، وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يفيد والذي مفاده لو صح التعبير رفع عن أمتي 9 الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون أو يطيقون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. وما يفيد من هذه الفقرات 9 في الحديث هي الفقرة 4 ما لا يعلمون، التي يستدل بها على البراءة الشرعية، وسيأتي الكلام إذا بقيت الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.